البرنامج أتاح لي الفرصة أنه أرجع على المنطقة وأتعلم منها كيف المؤسسات والمجتمع المدني وحتى الشعب والشعوب العربية كيف تتعامل مع تطوير وجودها وتطوير عملها في المنطقة هذه. الشيء اللي أنا عملته في منطقة جنوب البحر المتوسط كان أكثر في موضوع تطوير المؤسسات والعمل المدني في فلسطين، وكان كمان جزء منه تطوير مشاريع مشتركة بين الفرنسويين والفلسطينيين. تجربتنا كانت في غزة، كانت تجربة كتير مهمة جدا، مهمة جدا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المؤسساتي، بس برضو كمان كانت مهمة للأنالند، لأنه الأنالند استطاعت من خلال برنامج أنها تتيح لشخص من شمال البحر المتوسط يعني من منطقة أوروبا كفرنسا أنه يقدر ينزل يشوف المنطقة، منطقة فلسطين، ويقدر يكسر الحواجز والصعوبات اللي واجهناها وبوجهها الشعب في فلسطين. كانت كتير فرصة طيبة، وكان مؤسسة الأنالند قدرت أنه هي تساعد بأنه تسهل هذه العملية، وقدرت في النهاية أنه أعمل في غزة لمدة 3 شهور. كانت تجربة ناجحة جدا في التعاون والتعامل مع الشركاء الفلسطينيين في فلسطين. كتير أنا برجع اليوم وأنا حامل كتير من الذكريات، حامل كتير من الخبرة اللي اكتسبتها كمان في المجتمع الفلسطيني. اكتسبت الخبرة في كيف طور نفسه على مدار السنوات 10 الماضية، اللي أنا ما كنت بعرف عنه كتير من الأشياء، ما عشت تجربتهم إلي 13 سنة، لكن كانت فرصة طيبة إنه وفرصة كتير كويسة إلي إنه كمان أشوف كيف دور المؤسسات الغير حكومية استطاع إنه يتطور في آخر 10 سنوات، وإنه يواجه أزماته اليومية وأزماته الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى السياسية إنه يتفوق عليها. أنا بنصح كتير كل الشباب وخاصة الشباب العربي بشكل خاص إنه يستفيد من هذا البرنامج، لأنه هذا البرنامج مش بس ممكن يعطي فرصة إنه يطور قدراتك الشخصية لما تروح تتبادل مع دولة تانية أو تروح تتعلم في دولة تانية مع مؤسسة تانية، بل هو بالعكس حيعطي ممكن يطور قدراتك المهنية، بمعنى إنك ممكن حتستفيد خبرة جديدة في عمل جديد في العمل المجتمعي، أو حتى هذه في عملك في أي مجال أنت ممكن تقابل فيه ناس مثلك ممكن يقدروا يساعدوك في نفس أو بيشاركوك في نفس المهنة اللي أنت بتشوفها عندك. برنامج دورك هو برنامج كتير جيد، هو بسيط جدا، من شهر إلى 3 شهور. ممكن خلال ال3 شهور هذولا أنك تستفيد بشكل مهني وبشكل شخصي كمان في تطوير قدراتك الذاتية أو تطوير قدراتك المهنية كمان.